كما أعلن رئيس وزراء اليونان إلكساس تسيبراس خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية افتتحه مع مصر وقبرص مزرعة شجر الزيتون في مصر، وذلك من خلال نقل شجر الزيتون من اليونان وزراعتها في مصر، وذلك كرمز صداقة وأخوة في إطار العلاقات الثلاثية وليست الثنائية فقط. أعتقد أن هناك فرص كثيرة أمامنا بالأخص في مجال الاقتصادي، الطاقة، المواصلات، السياحة وأيضا الأمن والدفاع. كان لنا الفرصة أن نرى تطور وتقدم محاولتنا من 2014 اليوم، واليوم بكل سعادة بعد قليل سنفتتح مزرعة شجر زيتون في مصر بنقل شجيرات زيتون من اليونان وزراعتها في مصر كرمز صداقة وأخوة.